لم يكن من السهل قبل سنوات إقناع هذا الرجل بقبول وضع هذه الكائنات على وجهه وأن تزحف وتسيل لعابها الشفافة على بشرته، لكن هذا الرجل اقتنع أخيرا مثل كثيرين بفوائد الحلزون في مجالات التجميل، كما اقتنع غيره بالفوائد الغذائية لهذا الكائن الجميل. لم يأتي هذا من فراغ، وإنما بفضل مشوار طويل لهذا الشاب الذي آمن بفكرته. تعالوا نتعرف إلى قصة هذا الشاب مع الحلزون الرمادي الكبير. فتح شرطاني، أصيل ولاية القيروان، متخرج من كلية العلوم بالساقس، متحصل على إجازة في البيولوجيا. جاتني الفكرة باش نعمل مشروع تربية الحلزون في 2006، وبدينا تكوين مع لابيا أول ما عملنا، وبعد كده بديت نحضر في الدوسي مع البنكة. البنكة ما مشيتش معنا لخاطر مشروع عنده هو مشروع بيزار وما يعرفوش، دونك ما نجمش يدخل معايا في الريسك. وليت بديته بشوي بشوي نحضروا بابوش، بديناه من 2010 2011 نحضروا بابوش ما يتباعش، وقتها مش معروف في تونس تحضر بابوش ما تلقاش وين تبيع. كهو ثابرنا بشويه بشويه، عام نقص وعام نرجع، عام نقص وعام نرجع، لين لابيا خذيت قرار كوني تتلهي بقطاع الحلزون، تربية الحلزون في تونس، خاطر هو قطاع واعد وقطاع متطور في العالم الكل، دونك فرسي ما يلزمنا احنا نتبعوا الكوكبه هذيك. كاو بدينا عملنا الكيتشارج، عملنا حطينا لي بارامتر نيسيسير نتاع ليلفاج، عملنا شركه تعاونيه لمربي الحلزون، زاد عاونتنا برشا، لمت المربين المفرقين في تونس الكل، لمتنا في بيرو واحد وقعدنا نخدموا الحمد لله. بعد كي عملوا لنا معمل في زغوان، حاضر توا عنده عامين، ان شاء الله خدمنا فيه شويه مسنين، ان شاء الله عندنا كونتيتي كبيره سنين باش يخدم بلانتون نتاعو، عندنا كونترات وصح زيد مع الكونفدرالية الإيطالية مش نخرجوا لها بابوش متاعنا. طيب قاعدين ماشيين في البون سانس، استرتو في العميل الخلانين وضاحت الأمور بالقداء. داخل مزرعته بمنطقة الباطن بولاية القيروان، حلم هذا الشاب بتطوير مشروع تربية الحلزون الذي يلائم تخصصه العلمي، ووهبه أكثر من 10 سنوات من الترقب وإقناع المسؤولين والشركاء بما توصل إليه من نتائج وأبحاث حول الفوائد العلمية والصحية للحلزون ومستخلصاته. ومن الحلزون حكم قرايتي وحكم غرامي زادة مشينا لمواد تجميل اللي هي تاول الدلج على الاخر، وليت معروفة على الاخر في تونس. اما وقت اللي بديت نخدم على الباف انا ديسكارغو على الكافيار ديسكارغو، فريمون اللي نقول له راه مش نعملوا بها كريم ونعملوا بها شامبوان يقعد باهت يضحك، فهمت؟ هكا بتي تبتي عرفت العباد، دخلوا الجوجل فهموا دكوايل ساجي منش متكون الباب منش متكون الكافيار. كهو مشينا بيه بعيد، توا الحمد لله عنا قام كوسميتيك الحمد لله بدات تفك في بلاصتها في السوق اسمها إلينا، نعملوا في لي شامبوان، نعملوا في لابري شامبوان، نعملوا لي كريم سوان شوفو، نعملوا في لي غوماج فيزاج، نعملوا في لي انتي سيرن سيروم انتي سيرن باف ديسكارغو تري كونو في العالم كله مطلوبه على الاخر، نعملوا في الكريم دو جور، نعملوا في الكريم دو نوي، ودرنيرمون زاد لانسينا اكران سولير ناتوريل 100% ريش ان باف ديسكارغو. وفما انيكدوت معناها احنا كي نخدموا لهنا في السخانه وفي كل في الصيف احنا نحطوا الباف ديسكارغو ندهنوا رواحنا بالباف تاع البابوش انا والخدامه اللي معايا وكل، ونخدموا نهار كامل. بعد كي نغسلوا البارتي اللي ما حطيناش فيها الباف تبدا كحله وهكا بريلور وتعبه، وبارتي حطينا فيها الباف تخرج انتاكت مريقله. دونك احنا بيدنا مقتنعين او فون اللي هي حاجه اكسيلونت. تمر تربية الحلزون بعدة مراحل في هذه المزرعة، وتحتاج إلى عوامل مناخية وتغذية وتفاصيل إنتاجية في حلقة دائرية أصبح عبد الفتاح يتقنها بالتجربة. ويتم الإنتاج في حلقة دائرية تبدأ بتوفير الحلزون الكبير الرمادي، بعدها تأتي مرحلة رعاية بيضه وتنمية عدده في المزرعة، ويتم توجيهه بالنهاية إلى الاستهلاك بالتوازي مع مسار إنتاج مواد التجميل من سوائله.
واللي تولي ماتور هذيك نخرجوها هزها بعد يا تدخل طبيب في شومبر دو ريبرودكسيون يا نحيولها الباف نخدموا بي باف ديسكارغو تنوريك بعد ديمونستراسيون صغيره كيفاش نعملوا الباف زيد حاجه انتريسون تاع الاخر هذه ماتور كي توصل ماتور كيما هكا سي بون خرجوها وتمشي هاني قلت لك فما قداش من فولي يا تمشي للمعمل الطيب وتخرج اكسبور بور لو مومون عندنا مارشي قاعدين نخدموا له هذا نورمال خارج ايطاليا سناء انا مارشي في ايطاليا قاعد المعمل اللي يخدم له وفما مارشي بيانتو زاد في كندا وكل اما احنا المربين الربي والبابوش ونهزوه المعمل وهو يطيب ويخرج لبرا والمعمل على ذمه الشركه التعاونيه المربي الحلزون وانا ممبر من البيرو انتخبوني ممبر ديجا فيس بريزيدون وبدات تنظم الامور بالقدا بالقدا مش كيما جيتني كنت تذكر انت في 2012 كيما تاو 2012 مش منظمه فهم شيء فهمت حتى كي نحكي لك ما لا فما كي تشارج لا فما حتى شيء تاو وليت منظمه الامور الباب نخرجوا بابوش بتبيع نحضروه وكله نغسلوه فما خدمه تخدم اما هو سي الكونسيبت نخرجوا الباب نتاعها اللي هي هلام الحلزون هذيك هلام الحلزون مطلوبه على الاخر في التجميل حتى كان نحاولوا هكا نحطوها على جلدتنا الفرق بالوقت الجلده تتكبس تعطي اكلا تتنظف وهي وفيت بعد بالتحاليل وبكل شيء وديجا مكتشفينها عام 84 مش برشا الباب ديسكارغو بينت ياسر منافع فيها ساعة البروتين اللاستين والكولاجين اللي هما عندنا نحن في جلدتنا ديجا مع الوقت تنقص هي تعمل ريكومبونس فيها رالونتوين هذه بروتين تنظف الجلده من التروازيام كوش معناها حاجه اكسيلونت على الاخر وفيها لي فيتامين وفيها لي زانتيبيوتيك ناتوريل معناها حاجه اكسيلونت على الاخر في الكوزميتيك هذيك علاش تو العالم الكل مركز على الباف ديسكارغو واحنا ميو تار كو جامي حتى احنا في تونس زيد لي لابو دو كوزميتيك ولاو يكونتاكتيو فيا ولاو يطلبوا فيا اجيب لنا الباف كيفاش نعملوا بيه وكذا وديجا فما ثلاثه ولا اربع ماركات تونسيه دي جام كوزميتيك في تونس قاعدين شادين ثنيتهم بالقدا فما شكون يعمل في الاكسبور فما شكون عنده شاورون في باريس والحمد لله معناها بدات الامور بدات تتحرك وفي هذا المختبر الصغير تجري عملية فصل البيض وتعليبه ويساعده الطالب مالك المتربص بالضيعة مالك ملاب اتديون نقرأ سيونس تكنيك فورستير كنت باك سيونس قريت في ليسي سيكسيون سيونس وعجبتني وكل شيء مشيت قريت عملت ليسونس ناسيونال ان سيونس تكنيك فورستير في تبرقة ومن لي موديل اللي قريتهم وكل شيء واللي عجبوني هما على الاخر هو لي ليسيكولتور هي لا ليلفاج دي زيسكارغو عجبتني الماتير وتميزت فيها على الاخر وعملنا فيها ان تي بي وعديت فيها دي اس واكزام وكل شيء وعجبتني على الاخر وبقيت انا مغروم بالتصاور وباللي فوتو وكل شيء وديما نحب نتصور لي زيسكارغو ونهبطها على الفيسبوك وعلى الانستغرام وكل شيء ومش نعمل ان شاء الله العام الجاي نكمل العام نتخرج وكل ومن بعد نشوف كونتر طون انا نخدم ونقرا وان شاء الله معناها نهار اخر نختص فيها ولا نعمل ماستر ولا ريسيرش في لي زيسكارغو شباب نكونهم بعد يمشي يشوف حياته هذيك سنه الحياه اما قبل ما يمشي يعمل المشروع نتاعو يتمرس في الشركه نتاعنا يتعلم كيفاش يتعامل مع البابوشه شنو هي الظروف اللي لازم يعطيها البابوشه في كل مرحله يحب عليها خاطر هي البابوشه تعدى بمراحل فما مرحله نتاع تبييض وتفقيس فما مرحله نتاع تسمين وفما مرحله نتاع البلوغ نتاع البابوشه هذه المراحل لازم يتعدى بها ويلزم يخدمها بيديه قبل كل شيء وبعد نمشيو للتثمين نتاع الهلام الحلزون ولا تثمين بيض الحلزون عالم الزراعة وعالم التجميل منفصلان ومختلفان لكن الشاب عبد الفتاح الشوطاني نجح في الربط بينهما وكانت همزة الوصل بينهما هي الحلزون ببيضه ولحمه ولعابه نبدأ بالفوائد الغذائية الحلزون فيه نسبة 0% كوليسترول اللي هي نلقاوها حتى في الحوت في انواع قليله باش نلقاو زيرو كوليسترول فيها فيتامين A طالعه بكونتيتي الفي سبكتاكولير وفيها الأوميغا 3 معناها وفيها الفيتامين كل
وفيها لي فيبر فيها لي بروتيين دو فاصون هو سي تان براتيكمون كومبليمون اليمونتير دو لوكس نحبوا نستعملوه ولا انا ليمون ريش كومبلي فيه اللي نحبوا منافع زاده ابار الجو وتنمشي للتجميل هي الحلزونه كي تتكسر لها الكوكي هذا الجبد الانتباه اللي شرشور من الاول كي تكسر لها الدار نتاعها نقولوا احنا الكوكي نتاعها تعاود تتصلح كي جاوا يشوفوا يلقاو هذيك الباب اللي تتحرك به هذيك هلام الحلزون هو السبب لاكوس دونك تعدى للتحليل دخل لابوراتوار اكتشفوا اللي فيه الالانتوين والالاستين والكولاجين اللي هما دي بروتين عندنا منهم احنا دو ناتور في الجلد نتاعنا هما كومبوزونت نيسيسير في الجلد نتاع الانسان لكن افيك لو طون ينقصوا كي احنا نحطوا الباب ديسكارغو على الجلد نتاعنا فما ريكومبونس الجلد مش تشرب لي بروتين هذوكم دو فاسون نعاودوا نحسوا اللي الجلده صغارت تشحطت بيريفيونت اكليرسيسانت دونك اوتوماتيكمون تخمم باش تحط في كريم ونعملوا بها الكريم ونفس الشيء للكافيار الكافيار نستعملوه في الماكله واللي هو برودوي غالي على الاخر البرة مازال في تونس مالوريزمون حتى الوتله نتاعنا مازالوا ما يدخلوش في الكافيار في لي سالاد وفي الواحد اللي هي في العالم كل حاجه لوكس ان شاء الله سيدها بيانتو قاعدين نخدموا عليها ودخلناها في الكوسميتيك كيما لي بواد دو كوسميتيك ناتوريل في العالم كل اباز دو باف ديسكارغو كافيار ديسكارغو عملنا بها لي شامبوان عملنا بها لابري شامبوان ناتوريل 100% انتي بيليكولير تغذي الشعره تغذي شوفو شوفولور اكسيت لي سيلول تخرج منها الشعره باش تولي تام برودكسيون اكثر البروتيين دو فاسون شعره تطلع من راسين قوية والباف ديسكارغو معروفة اكليرسيسانت انتي اكني انتي تاش دو فاسون افيك لا باف لو كافيار اون بو افوار لو بو بيبي اللي هو حلمة الناس الكل اللي صورنا في البروجي نتاع الباف ديسكارغو توا جبتكم البارتي اللي فيها الفالوريزاسيون نتاع ديريفي دي ديسكارغو اللي هو الفالوريزاسيون دو باف ديسكارغو الفالوريزاسيون دو كافيار ديسكارغو خممنا في لي سوان شوفو وفي لي سوان فيزاج دونك عملنا جام كامله فيها الشامبوان فيها لافري شامبوان فيها الكريم دو سوان بور شوفو و بور فيزاج عندنا لي غوماج عندنا لونتي سيرن ا باز دو باف ديسكارغو عندنا الكريم دو جور عندنا الكريم دو نوي وعندنا الغوماج انا غوماج بالباب وغوماج بالكافيار لي بيان في نتاع الغوماج نتاع بيان في نتاع الكافيار نتاع الباب معروفه للناس كل لي بون مين تنحينا الدسه تنحينا البوان نوار تعملنا اكليرسيسمون دو بو ابيزمون دو بو دونك ان شاء الله نكونوا ماشيين في الفنيه صحيحه وان شاء الله نكونوا وديناكم جام كتعجب الناس كل زاد خممنا في الليكرون سولي لخاطر الاس بي اف تاع الباف ديسكارغو سي 30 افيك مارياج دوتو لويل انتي سولير عملنا ايكرون سولير اللي هو البرودوي فار نتاع الجام نتاعنا ايكرون سولير الينا ا باز دو باف ويل فيرج انتي سولير وحاجه ناتوريل 100% في صالون التجميل الذي يديره عبد الفتاح يتسابق الحرفاء لاستعمال مواد التجميل التي يهديها الحلزون الرمادي الضخم ويسلمون وجوههم ورؤوسهم لأخصائي التجميل الذين اختارهم عبد الفتاح من شباب حيه نشجعوا في الشباب سرتون متخرج ولاد الريف اللي انا منهم ابريتو انا اصلي من الريف انا نفهم معناها بحذا دار وما تلقى حتى شيء براتيكمون العدم معناها ما نعرفوا الريف التونسيه كل دونك سي لوكازيون باش يعمل حتى يونيتي صغيره ينجم حتى ما يبداش بحاجه كبيره يونيتي صغيره بحذا داره لو فيت يبدا عنده الماء متوفر في كل شيء حتى من البحيرات معناها يتصرف فهمت شويه كونتيتي نتاع ماء وشويه ارض يا يعني ينجم يعمل مشروع تربيه الحلزون وينجم يمشي فيه بارش أفق وهو يرى ثمرة تضحياته وإيمانه بمشروعه أصبح عبد الفتاح الشرطاني اليوم كثير التفاؤل بازدهار مشروعه الذي رأى النور أخيرا لا يخفي سعادته باقتناع الجهات الرسمية والمستثمرين بنجاعة المشروع وكما كان له السبق محليا في القيروان وتونس في إصدار علامة تجارية لمواد التجميل من مستخلصات الحلزون كان لعبد الفتاح السبق في تكوين مجموعة من الشباب ينقل إليهم عصارة تجاربه وخبراته كما ينقل إليهم طموحه
ويلهمهم بأحلامه ليحققوا نجاحا في مجال تربية الحلزون كأفضل مثال يحتذى عن ثمار الصبر والمحاربة من أجل تحقيق الحلم.